استكمالاً لمسيرتها التوعوية في محاربة سرطان الثدي ونشر الوعي حول المرض والوقاية منه. واصلت القافلة الوردية مسيرتها ضمن فعالياتها المتنوعة من خلال يوم المرح للأطفال، والذي يقام للعام الثاني على التوالي في بحيرة المرموم بمنطقة القدرة بدبي، وهي مسيرة خاصة بالفرسان الصغار تمنح محبي الخيول والفروسية من الأطفال الراغبين بالمساهمة في تعزيز الوعي بسرطان الثدي فرصة المشاركة في المسيرة بخيولهم الخاصة ضمن أجواء حافلة بالمرح والتشويق. فعالية مسيرة الفرسان الصغار في محمية المرموم بإمارة دبي، نقدم العديد من الفعاليات اللي تدمج مشاركة الأطفال مع ذويهم. عندنا الكثير من الفعاليات بالإضافة إلى وجود العيادة المتنقلة. إحنا نقدم هالعيادة المتنقلة للفحص المجاني للأمهات، في نفس الوقت يعني خلال الفترة اللي الأم تقوم بالفحص نقدم بعد أشياء ترفيهية ومسلية لأطفالهم. أنا اليوم مشاركة كمتطوعة في القافلة الوردية، وهي ثاني مرة لي أشارك فيها. اليوم نحن في مدينة دبي في بحيرات القدرة، مثل ما أنتم شايفين في وايد فعاليات صايرة هنا، وفي نفس الوقت عشان ما ننسى الهدف الأساسي من الحملة أن نحن نفحص عن سرطان الثدي ونوعي الجمهور بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. تضمن يوم المرح للأطفال العديد من الأنشطة المتنوعة كاليوغا والقفز على المطاط والرسم على الوجوه والعديد من النشاطات الترفيهية التي تستقطب عقول وقلوب الأطفال وتشحذ حماسهم للمشاركة في العمل التطوعي. هذه المبادرة الطيبة اللي من خلالها ندعم إخواننا مرضى السرطان، وأيضاً نوعي جميع المجتمع والعالم أن الوقاية خير من العلاج. طبعا ندعي لاخواننا ان الله يشفيهم ويعافيهم. عرفت عن هالحملة تقريبا السنة الماضية، بس للأسف ما قدرت أشترك، أما هاي السنة الحمد لله الفرصة سمحت لي، وبما أني فارسة قدرت أشترك بركوب الخيل بالقافلة الوردية دعما لمرضى السرطان. كثير سعيدة أني قدرت أشترك بعمل تطوعي. أنا دخلت في هذه الحملة لأن أبا أنشر التوعية لمرضى السرطان. القافلة الوردية بكل ما تحمله من رسائل سامية تسعى كل عام إلى تطوير واستحداث الفعاليات الترفيهية المصاحبة لمسيرة فرسانها من أجل زيادة التفاعل المجتمعي معها وتقديم المزيد من الدعم المعنوي، إيمانا منها بأهمية هذا الدعم في تشجيع المرضى على مواصلة علاجهم حتى يتحقق لهم الشفاء التام.